كرم سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان 31 مؤسسة تدريبية خاصة حققت أداء متقدما في مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي. جهود لافتة قامت بها مجموعة من المؤسسات التدريبية الخاصة حازت من خلالها على تقدير امتياز، وفيما نالت مجموعة أخرى تقدير جيد من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب، فجاء تكريمها من قبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية تقديرا لتلك الجهود التي بذلتها تلك المؤسسات ودورها في ضخ مخرجات بشرية متميزة في سوق العمل. اليوم المعاهد والمراكز التدريب حققت نتائج متميزة على صعيد تقييم هيئة جودة التعليم والتدريب، حققت نتائج جيد وممتاز، وأسهمت بشكل فاعل في توفير برامج تدريبية ناجحة ساعدت كثيرا على دمج العديد من المواطنين في سوق العمل وبكفاءة ومهارات عالية، فاستحقوا بذلك أن نقوم بتكريمهم اليوم ونثني على جهودهم ونشجع المزيد من المعاهد ومراكز التدريب في البحرين لكي تتعرف على احتياجات سوق العمل وتتعرف أيضا على مقاييس جودة الأداء سواء بالنسبة للهيئة التدريبية ولا بالنسبة لنوعية البرامج ومدى تلبيتها لاحتياجات سوق العمل. مدربون أكفاء ومؤهلون من ذوي الخبرة في مجالات عدة، برامج مهنية معتمدة من هيئات دولية، واستخدام أمثل لدراسة الاحتياجات التدريبية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، عوامل هيئتها لتكون متوافقة مع معايير الجودة التي تضعها هيئة جودة التعليم والتدريب. المقاييس المهمة لرفع مستوى أداء هذه المؤسسات وتشجيعهم اليوم وتكريمهم اليوم من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صراحة أمر نشكر فيه سعادة الوزير لتحفيزه لباقي المؤسسات لأداء أحسن وأقوى. طبعا مثل ما تعرفين هيئة جودة التعليم والتدريب بمراجعاتها لمؤسسات التعليم والتدريب يكون على عاتقها أنه هي تقيم هذه المؤسسات لإعطاء صورة واضحة وصحيحة لجميع المعنيين والشركاء في عملية تعليمية والتدريبية، لما لذلك من أهمية قصوى في رفع مستويات الأداء في هذه المؤسسات وبالتالي إعطاء تدريب وتعليم أحسن للمواطنين، وبالتالي كذلك بيكون في رفع للمستوى الاقتصادي الاجتماعي من كل النواحي. سياسات تطوير التعليم والتدريب التي وضعتها الحكومة الموقرة منحت المؤسسات التدريبية والتعليمية الفرصة ليعملوا على إيجاد مخرجات عمل متميزة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. يأتي هذا التكريم ليؤكد على حرص وزارة العمل على الدفع بالمعاهد التعليمية والتدريبية على إيجاد المزيد من البرامج التي من شأنها أن تساهم في توفير مخرجات متميزة لتثري بها سوق العمل. خول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.